نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة مواجهة المحتكرين وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطنين. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن برنامج المساعدات لفائدة التلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. والجامعة العامة للإعلام تلوح بشن إضراب عام في الصحافة المكتوبة. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الوطني. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة مواجهة المحتكرين بوجه عام ومواجهة من يهددون بإتلاف عدد من المواد للترفيع في الأسعار، وذكر بضرورة تكامل كل أجهزة الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين. جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي. كما أشار قيس سعيد في هذا السياق إلى ضرورة توفير الأدوات المدرسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى أن تكون هذه الأدوات المدعومة ذات جودة مقبولة. كما دعا رئيس الجمهورية كافة الأطراف المتدخلة إلى عدم التسامح مع أي شخص أو جهة تسعى إلى استغلال هذه المناسبات وغيرها لمزيد الإثراء غير المشروعة. كما تطرق هذا اللقاء أيضا إلى ملف إتلاف بعض المنتوجات الفلاحية كمادة البطاطا وغيرها، حيث ذكر رئيس الجمهورية بإمكانية مصادرتها وتتبع من يعمل على إتلاف خيرات تونس، مشيرا إلى أن التخزين ليس ممنوعا في إطار القانون، بل المحظور والممنوع هو المضاربة غير المشروعة والاحتكار. وفي المقابل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ نظرته أمس أنه سيتم بداية من شهر سبتمبر القادم الانطلاق في توزيع المساعدات المدرسية لفائدة التلاميذ والطلبة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بعنوان السنة الدراسية القادمة. وتشمل هذه المساعدات تلاميذ الابتدائي والثانوي والتعليم التقني من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل دون الحاجة إلى التسجيل أو تقديم وثائق إلى الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي. كما سيتم أيضا صرف مساعدات للطلبة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث يستوجب التسجيل لدى الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعين لها بالنظر مستظهرين بوثيقة تثبت تسجيلهم بالسنة الجامعية القادمة. هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات للأطفال ذوي الإعاقة من أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل المسجلين بمراكز التربية المختصة للسنة التربوية التأهيلية القادمة. وفي موضوع آخر، دعت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد الشغل كافة أبناء القطاع إلى الاستعداد لخوض سلسلة تصاعدية من النضالات تنطلق بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمع احتجاجي للعاملين بالقطاع يتوج بإضراب عام في الصحافة المكتوبة، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع وغياب الجدية من طرف أرباب العمل ورفضهم الزيادة في الأجور. وأشارت الجامعة في بيان أصدرته يوم أمس إلى حرمان أبناء هذا القطاع من حقه في الزيادات في الأجور وفي خوض مفاوضات اجتماعية منذ أوت من عام 2019 تاريخ اتفاق الزيادة في أجور العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية. من جهة أخرى، سجلت وحدات الحماية المدنية 7 حالات وفاة و324 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة الأخيرة، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. في الشأن الاقتصادي، تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية في الفعاليات الموازية لقمة طوكيو تيكاد 8 من خلال ندوتين، الأولى حول التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، والثانية حول الهجرة مقاربة شاملة لتنمية مستدامة، وذلك يوم غدا الجمعة في إطار عمل تشاركي بين كل الأطراف المتداخلة ذات العلاقة بهدف ضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. في أخبار العالم، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أن هدف روسيا في أوكرانيا هو تفكيكها ككيان جيوسياسي ومحوها من خريطة العالم. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك طلب انعقادها 6 دول. أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هي الأكبر منذ بدء الحرب الروسية أواخر فبراير الماضي، وبلغت قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة نحو 3 مليارات دولار.
ختام نشرتنا الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة مواجهة المحتكرين وتوفير الأدوات المدرسية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن برنامج المساعدات لفائدة التلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. والجامعة العامة للإعلام تلوح بشن إضراب عام في الصحافة المكتوبة. كانت معكم سيمر بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة.